اولا حنا ما سهلناش يعني التمريرات كثيره كانت خاطئه واستغلها الخصم باش يسيطر. يعني التمريرات ديالنا هي اللي عطاتو السيطره تقريبا، لان الوقت اللي كانت وجده كتاخذ الكره كانوا ما كيكونوش يعني بواحد الحاله اللي هي خطيره علينا. فدائما فاش كناخذ ياخذوا لنا الكره كيكون الجوار ديالنا حنايا خداو ليسباس وكلهم طالبين الكره، كتكون ديك الانترفونسيون ديال ديك لاموفيز باس وكتولي علينا اكسيون دونجوروز. ورغم ذلك فكنظن بان قدمنا مقابله جيده يعني بالنظره اللي كتشوف الخصم كيفاش مواجه المقابله، ومواجهه بواحد النديه بواحد البريسينغ بواحد النفس كبيره، لان بحال هاد الفروق بحال هكذا هاد الطريقه باش لعبوا وجده راه صعيب اي فريق يمكن ياخذ ثلاثه نقاط الا اذا كان شي خطا ولا يعني. المقابله كانت صعيبه وكما قلت لكم زاد صعبه حتى الملعب، لان كل صراحه هذا الملعب ماشي لا الكره وجده لا الكره ديالنا.